حلقتنا اليوم رح تحكي عن الصوديوم. الصوديوم هو اللي بنحصل عليه من الملح، ولكن ممكن نحصل عليه من غير مأكولات مثل اللحوم والأسماك المدخنة والمعلبات، كما وأنه الخبز والبيتزا والناكتس وأغلبية الوجبات السريعة بتحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم. أثبتت الدراسات أنه تناول الكثير من الصوديوم ممكن يزيد ضغط الدم يلي هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، فمن الأفضل أنه نتجنب الأطعمة المصنعة أو المعلبة ونستبدلها بالمأكولات الطازة والخضرة النية. وبنهاية هالحلقة أنا بقلكن live right وخففوا ملح.